يوليوس قيصر، الاسم الفني الذي يطمح أن يكبر به، يستمد من ذلك التاريخ المليء بالبطولات والملاحم طريقه. فنان شاب متعدد المواهب، فهو ممثل مسرحي وفنان تشكيلي وموسيقي في آن واحد. إنه قيصر كامل، ذاك الذي حمل شهادته من كلية الفنون الجميلة وطار بها نحو الأفق، نحو كل الأحلام الفتية والأماني، وفي درب شائك يحاول أن يشق طريقه. شارك قيصر بالعديد من الأعمال المسرحية كممثل، ومنها مسرحية سفينة آدم للمخرج القدير الدكتور ياسين الكعبي، إضافة إلى أوبرية أنا العراق والأقوى، كما قدم وبشكل مميز شخصية علاء الدين بمسرحية أنا وبغداد. أخرج ومثل مسرحية سوق الدم، وتناقضات، ستربتيز، رائحة الخبز وغيرها. ما زالت أحلامه فتية وما زال الطريق إليها طويلا، لكنه قد اجتاز منه المسافات الصعبة وعبر الدرب المظلم من هذا الطريق. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج ذا رود. معنا ضيف متميز، شاب متعدد المواهب، فنان، رسام، ممثل، مخرج مسرحي، وايضا عازف لاله خاصه جدا راح نتعرف عليه في هذه الحلقه. معنا الجميل قيصر، اهلا وسهلا بك. شكرا ستان، اهلا وسهلا بك. اريد اتعرف عليه قيصر. انا قيصر، خريج كلية فنون جميلة، حاصل على شهادة البكالوريوس من قسم التربية الفنية. تعبت على نفسي يلا صرت أكيد. أي نعم، والفضل أكيد الأعظم ثلاث أشخاص تعرفت عليهم بحياتي اللي لولاهم أنا ما أوصل للربع اللي وصلته. حقيقة تعبوا علي وأنا نشأت بيناتهم، فمو غريب أن أصير، يعني ما أقول لك بروفيشنال، لكن بس مو غريب أن أصير هيك، وأنا أعرف يعني إنه هم فخورين بي بهذا الشيء. من هم هذول الثلاث أشخاص؟ دكتور ياسين، دكتور خالد، الله، دكتور صالح، يا ربي، ثلاث العظيم اللي هم أعظم أساتذة العراق. طبعًا إحنا أي ضيف ده يكون معانا من كلية الفنون الجميلة، إذا كان نحات أو رسام أو اختلط بهذول الأساتذة، دا شوف تارك بصمة في حياتهم كبيرة، يعني إنه مأثرين بيهم بالفعل ست، لأنه حقيقة هم فنانين ما مختصين فقط، مثلا دكتور ياسين إنه هو فقط مخرج مسرحي، أو دكتور خالد فقط هو مخرج وممثل مسرحي، لا، يعني فنانين متعددين الفن والمواهب. زين، أنت من دخلت لكلية الفنون الجميلة شنو الموهبة اللي كنت تملكها أساسا؟ بالحقيقة أنا كنت أرسم. رسام. أي نعم، فأني يعني من كبرت، يعني من بديت أكبر فجأة شفت نفسي إنه أنا وحدي أقدر، إيدي حلوة بالقلم. حلو. إي أقدر أرسم، أقدر أخط، أقدر، عندي هيك شيء. أنا أعتقد يعني بمعلوماتي الخاصة إنه الرسم هو موهبة من الله سبحانه وتعالى، ويأتي بالوراثة، إنه أحد أفراد العائلة، أما الأم أو الأب أو الأجداد. أي نعم. يملكون هاي. أنا والدي كان خطاط. ورسام ايضا. فيعني حسب ما فهمت من كبرت انه اني ماخذ هاي الموهبه من عند اي، ف يعني صرت اشوف نفسي انه اني اقدر ارسم، عندي هاي الامكانيه. جره القلم مالتي حلوه. اي فبعدين من دخلت الكليه الفنون الجميله مثل شفت مساحتي ومكاني، هو هذا مكاني ملجئي، انسيرت صغير ست. بالحقيقة أنا تخرجت من السادس العلمي. نعم. وبمعدل 65، وانقبلت بمعهد فنون، العفو، معهد تكنولوجيا. نعم. قسم الإلكترونيك. حلو. وداومت بسنة وطلعت من العشرة الأوائل. كان ممكن أنه تعبر للجامعة التكنولوجية. بالضبط. أنا هندسة التسلسل الرابع أنا. حلو. لكن ها ما أقدر، يعني حسيت أنه أنا ما أقدر أقدم شيء أو ما أقدر أسوي شيء، لا لنفسي ولا لأهلي ولا لأي أحد، حتى لو رحت هندسة. إذن أنا هم أدخل بإنسيارت صغير. أيه؟ إنه هنا الأهل لما يكون ابنهم متوجه نحو كلية علمية ومتميز بدراسته،
شنو كان رد فعلهم انه انت من الهندسه تنقل الى كليه الفنون الجميله؟ اي نعم، رد فعل طبيعي، حالهم حال اهل انه رضوا انه شلون انت تسوي هيك، هذا الشيء مو صحيح، شلون تعوف الهندسه؟ يعني ما بقى لي يعني سنه واروح خلاص، ما يعني خلاص نعم. متهيئ واصلا ضامن انه انا اطلع من العشر الاوائل، لانه انا يعني شويه كنت شاطر اعتقد تروح صف ثاني بالكليه لانك من العشر الاوائل. لا ست راسا داوم صف اول. صف اول اي، بس اني كان بوقت التقديم مباشر يعني جازفت مجازفه كبيره اللي هي رقنت قيدي من معهد تكنولوجيا. نعم. واني ما ضامن قبولي، يعني ما بتبقى لك اي فرصه ابدا. يعني اصير خريج سادس يعني ما فد يعني من اجل الفن انت بالضبط اكون او لا اكون؟ بالضبط اكون او لا اكون. واني بالحقيقه يعني ما كنت يعني اتشائم او متوقع انه بيوم من الايام ان ما انقبل بكلية الفن، بس في حياتي فنان متشائم، ما دام اكو بذره للجمال. اي بالفعل. بذره للفن اللي هي الانسانيه بحد ذاتها، فما اعتقد اكو تشاؤم بحياتنا بالضبط. احنا هو هذا اللي صار، فكنت يعني ضامن دخولي وضامن قبولي العفو لكلية القسم التربية الفنية من اللي اختبارك. اي فاني ساعتها بوقتها كان الاستاذ خالد. نعم. واستاذ ياسين ودكتور حسين علي هارف. دكتور حسين علي هارف واستاذ مالك بوقتها كان، فكانوا باللجنة اللي تقيم الطالب. اي شنو قدمت لهم مشهد؟ انا اول ما طبعا دكتور ياسين يطرح اسئلة غريبة شوية يعني انا كنت لابس ابيض واسود. نعم. فصاح اسمي، قمت على الاستيج، قال لي باو علي، قال لي انت ليش لابس ابيض واسود؟ جاوبت جواب كلش فطري، قلت له استاذ ملابسه وسخ وما بقى بس هذا لبسه. يا عيني. فهو ضحك، قال لي شو محضرنا اليوم؟ قلت له محضر مشهد مسرحي مال قلقامش. اي المشهد بالضبط من انكيدو. اها يا خلي وصاحب بالضبط اللي شو قدمته في حينها؟ بوقتها يعني قدمت رثاء قلقامش وشلون تأذى قلقامش. مؤلمة جدا. مؤلمة. نقدر نسمع من عنده فد شيء؟ الحقيقة ناسي. ناسي. لكن أقدر أسمعك شيء اللي هي القصيدة. القصيدة يعني بالفعل أنا أستاذ خالد بوقتها قال لي كنت متميز بها. حلو. لأنه قدم القصيدة صعبة. نسمعها. صوت صفير البلبلي مال أصمعي. نعم. صعبة أي. جدا لغويا صعبة. اي نعم ست، فاني بوقتها قدمتها، اعتقد هي اللي شفعت لي طبعا، لانه احنا في قسم التربية الفنية ينضجون ويربون جيل ليصبح مدرسين واساتذة للتربية الفنية، يجب ان يكون هناك نطق صحيح. نعم ست. الفونوتيك والاكسنت يكون صحيح بالضبط. للطالب بالاختبار الاهم بالضبط. انه تكون هاي القصيدة. خلينا نسمع طبعا، يعني توضيح للمشاهدين انه هذه القصيدة مهمة وصعبة وخطيرة لغويا، تفضل. نعم. قصيدة تقول صوت صفير البلبلي هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا مع لحظ زهر المقلي، وأنت يا سيدلي وسيدي ومولي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي، فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي، والخود مال طربا من فعل هذا الرجلي، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقلي، وفتية سقونني قهوة كالعسللي، شممتها بأنفي أسكى من القرنفلي، في وسط بستان حلي بالزهر والسروللي، والعود دندندنلي والطبل طبطب طبلي، طبطب طبي طبطب طبي طبطب طبلي، والسقف قد طاب إلي، شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمر يصيح ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي بالصوت بالقلقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العرنجلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي، أجر فيها ماشيا مبغددا للذيلي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبلي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي.
الله، بس قل لي شلون حفظتها. انا كان عندي معاناة بحفظ مقطع واحد من عندها. اي هي الحقيقة صعبة، وانا ما يعني حفظتها بساعتين. شلون؟ حفظتها بساعتين لانه انا من اعتقد فهمت معناها وحبيتها لهذا حفظتها. بالضبط. لان نعم. يجب ان يفهم الاخر معنى ما يقال. بالضبط. وخصوصا هذا القصيدة مجرد حفظ، لذلك صعبة. الفهم ساعدني على الحفظ. وقتها انا ما كنت ذاك الوعي اللي افهم هيك قصيده صعبه، فبوقتها والدي ساعدني بها يعني. اي فهمني عليها انه هاي هيك وهاي هيك وهاي هيك والمعاني. اذا هي مو من ضمن المنهاج الدراسي؟ لا طبعا. فاختارتها لانه كنت واثق فيها. اختارتها لانه صعبه طبعا، ولاني هو انا اريد اطب بقوه ست. أها. انا ما ردت اطب ضعيف، وبالفعل طبيت بقوه. حلو. بوقتها يعني استاذ خالد كان قاعد فقال لي هاي يعني انا فهمت انه انا مقبول. مو للامانه يعني لا. مو لانه انت قريب علي انا ونعزك، لكن حتى طريقه الالقاء وخامه صوتك هي ايضا ساعدت، مو فقط الحفظ، لان هم ما محتاجين الحفظ. بالضبط. محتاجين يعني انه تبرز شخصيتك وعضلاتك باللغه وبالاداء والالقاء. بالضبط. فكنت كنت متميز. الفقره اللي حكيتيها فقره مهمه يعني من فلسفه قبول الطلبه في قسم التربيه الفنيه، انه لازم يكون عندك القاء. طبعا. لانه تعرفين احنا ندرس مسرح يعني، فالمسرح اذا ما بيلقاه هو يعني قضيه مهمه. قسم التربيه الفنيه في كليه الفنون الجميله. نعم. قسم جدا مهم، اتمنى الاباء والامهات يحفزون بناتهم واولادهم لدخول هذا القسم، لانه بالتالي هي راح تصير مدرسه تربي اجيال. نعم. قسم جدا جميل بانسانيه عاليه، بتصميم الازياء، بالمسرح، بالاضاءه، الخزف، بتصميم، بالاضافه للتمثيل الكثير، تاريخ الفن والجمال، بتمثيل تراجيدي، وبتمثيل المدرسي يعني مسرح مدرسي، وبمسرح طفل، وبكثير من الامور اللي هي تخدم الانسان كانسان بغض النظر عن هو كمدرس او استاذ تربيه فنيه. نعم. نعم. ايش اضافت لك يعني هذا القسم، شو اللي اضاف لك لحياتك؟ باختصار مفيد، انتقلت انتقاله من ال 30% الى 95%. حلو. قسم جدا ما ندمان لانه انا رحت له، وخطوه ما ندمان لانه انا خطيتها. بالحقيقه كانت خطوه جدا موفقه وناجحه يعني. حلو. اي نعم، لانه درست القسم قبل ما افوت له، شفت بي اساتذه، شفت بي مفكرين وفلاسفه قبل ما يكونون اساتذه. زين انت ما اعرف انه هي هاي السنين انت خريج السنه نعتبر. أي نعم. يعني اي نعم. متى تشوف وضع الفنان والمثقف والاديب ماديا يعني متعب؟ ما فكرت انه الهندسه افضل لك؟ اي بالفعل هيك احيانا الانسان يمر بمواقف وحالات يعني حالات ماديه ممكن يتندم اذا هو مر بهيك شيء، لكن ما تصير وياي. انا ابدا ما ندمان لانه انا بامكاني كان هسه انا ادرس هندسه ومتخرج. طبعا. لانه انا تركت سنه، فانا متخرج مهندس، لكن انا ما من ندمان ابد، ودائما اكرر هاي العباره انه افضل شيء سويته بحياتي من دخلت كليه الفنون الجميله، والافضل من ذلك من دخلت بمجال الموسيقى وصرت موسيقي. حلو. ايش وقت حسيت نفسك انه انت حاب الموسيقى، بديت تنتقل من المسرح للوحه للموسيقى؟ شو يعني انت قبل ما تدخل اكو هذا موضوع الموسيقى، لو تاثرت بقسم الموسيقى في نفس البدايه؟ لا بالحقيقه قسم الموسيقى ابدا ما تاثرت بهم ولا كنت يمهم اصلا. الموضوع ابدا ما تتصورين شلون صار. دا اقلب بالفيس شفت واحد دا يعزف. حلو. فقلت شنو هذا؟ هارمونيكي عندي؟ لا عنده بيانو. بيانو. فقلت خلي انزله، اعتقد اكو بيانو بالاب ستور، فدخلت نزلته، ظليت هيك ادوس وهاي. بهذا الحكي صرت كنت صف ثاني كليه. كنت اشتغل بمحل بالمنصور عامل، وكان مبيتي بالمحل نفسه. فاني نزلت البيانو بالموبايل وظليت هيك ادوس به، فشفت صوته حلو عجبني. ورا تقريبا اسبوع ست فات يعني شاب شايل على ظهره تقريبا 16 بيانو مال جهال هيك. حلو. اي فاني يعني انشدني الموضوع، قلت شو خسران خلي اروح. قبل هذا كله ما سامع بيتهوفن، باخ يعني؟ طبعا اسمع. البيانو ما شدك من هذا الموضوع؟ لا هو هذا ما له علاقه، بس انا احب اسمع غربي. كنت غربي؟ اي نعم. المهم فقلت له بيش ما ادري شنو، قال لي 25 لفت عاملت يوم ما ادري شنو، نزلت لي المبلغ اخذته. بديت يعني عجبني الموضوع. من هسه صرت بهذا المستوى من الموسيقى، بديت اتذكر اشيائي وبداياتي بالموسيقى، صرت اعرف انه انا بالفعل كنت موهوب حتى موسيقيا. طبعا. ليش؟ لانه انا كنت اعزف بلا ما حد يعلمني.
هو بشكل عام هن الفنون سبعة. أنا أعتقد في سبعة فنون الموسيقى هي محور أساسي، يعني الفنان التشكيلي إذا كان من النحت، إذا كان خزاف، إذا كان رسام، أثناء أن يجي هذا الإلهام والوحي لازم تكون أكو موسيقى مرافقة حياته وموضوعة. الممثل في لحظات استرخاء إذا ما تكون أكو موسيقى ما راح يقدر يعيش ويتقمص بالشخصية. المؤلف، المخرج، الكاتب، مصمم الديكور، إذا الموسيقى أعتقد يعني الآن هي لغة أصبحت كبيرة، دخلت لي الفن، دخلت إلى العلاج الأمراض الكثيرة. الموسيقى عالم خاص، غذاء للروح الموسيقى بالفعل، وهي متشعبة بالحقيقة أكثر من اللي تفضلت به. شلون؟ الموسيقى عبارة عن إيقاع، هاي حياتنا هي عبارة عن إيقاع. لو نجي شوية ننظر لها من غير زاوية نشوف إنه حياتنا عبارة عن موسيقى. طبعا هاي وحدة، كل شيء نسمعه هو موسيقى، صوت الأوراق الأشجار، الماء، الهواء. بالفعل الآن إحنا دا نشتغل بإيقاع، استلام وتسليم. هي موسيقى بالحقيقة يعني. لو ننظرها من غير زاوية هي موسيقى. ست حتى الطفل من أمة لو ليلة وينام هي موسيقى، لحن هذا. حتى الدعاء اللي نسمعه أو القرآن طبعا كل هذا من أساس السلالم الموسيقية اللي هو يعني من عنده أخذه ولحنه. من الممكن أنه شخص يقرأ القرآن أو ابتهالات إذا ما كانت أذنه موسيقية طبعاً. إذا ما عرف السلم الموسيقي والمقامات يعني مست. الموسيقى الآن ضرورية جدا، حتى في الدين تعمقت معانا، بس الموسيقى والفن إذا كان برسالة جميلة. بالفعل بلحظتها قررت أن تشتري بيانو مال أطفال. بلحظتها قررت أن أشتري بيانو، واشتريت البيانو وظليت أدوس بحالي حال أي واحد ما يعرف يعزف، يعني نخليه هيك. هو كان على الباتريات يعني حلو. لأنه هو لعبة بالحقيقة، مو بيانو. فظليت هيك أدوس وهاي، فبوقتها أول شيء عزفته أني هو أجبالي، وقلت خلي أحاول أعزفه. مال مكلف الثوم مال ألف ليلة وليلة. فهيك يعني من هسه أتذكر أيامي السابقة أقول يعني أنا زين طلعت هيك شيء. فظليت أشتغل، ست أشتغل على نفسي، ظليت نعزل الساعة بالوحدة بالليل، وكنا ننظف المحل وأتمرن من الساعة بالثنتين لحد الساعة بالستة الصبح وبهذا. وكنت تيجي مشتري لي باكيت مال باتريات حتى ما تخلص، حتى ما أوقف. وظليت أتمرن، ظليت أتمرن باليوم 6-7 ساعات. إذن احنا مستمرين بمشوار اليوليوس مع الموسيقى والمسرح والألوان، لكن بعد الفاصل انتظرونا. مستمرين معكم أعزائي المشاهدين في ذا رود، ونأخذ الآن مشوار اليوليوس قيصر، اللي هو مسمي اسمه يوليوس قيصر اسمه الفني. سعيدة أنا اليوم بهذه الحلقة المميزة، لأنه أنا أحب الشاب يكون طموح ويتعدد بالمواهب. يعني قيصر، شلون طورت نفسك بعدين بالموسيقى بعد هاي التمرين المستمر من الليل للصبح وتروح للكلية؟ شلون طورت نفسك؟ بقيت أتمرن، بس ما فادني البيانو مال الأطفال اللي اشتريته، فظليت أشتغل لحد ما جمعت لي فلوس واشتريت بيانو. وموضوع النوتة طورت نفسك بيه شلون؟ النوتة يعني بشكل عام قراءتها ودراستها صعبة يعني. النوتة مو صعبة ست. النوتة عبارة عن لغة، شلون احنا تعلمنا اللغة؟ بالضبط، لغة يحتاج انه واحد يبدي بها مبكر. بالضبط ست، اي. فالمفروض هو هي الموسيقى كلها المفروض واحد يبدي بها مبكر، لكن اني ما اعرف شلون صارت طفرة عندي. المهم فالنوتة ست مو هي مو صعبة، مجرد اشياء نحفظها بس نطبقها موسيقيا. صعوبة تكمن بهذا المكان، الصعوبة مو بالقراءة، ممكن أي أحد يقرأ نوتة. نعم. فالصعوبة إنه شلون نطبق النوتة على الآلة الموسيقية. خلينا نشوف نسمع بهاي الآلة اللي هي اسمها. هاي الآلة هي آلة غربية. أها. اسمها ميلوديكا. ميلوديكا. هاي الآلة أنا كلش أحبها وأعتبرها صديقتي الصدوقة. حلو. اللي أنا احتضنتها لأنه هي مهملة ومظلومة ومضطهدة. يعني ايش قد عمر هذه الآلة؟ ما للأمانة يعني شايفتها بأفلام وبشغلات بسيطة يعني. ست هاي الآلة اخترعوها قبل لا يخترعون الأكورديون الفرنسي. اوف. اي نعم. قبل الأكورديون. قبل الأكورديون، وعلى ضوءها يعني اخترعوا الأكورديون فرنسا. حلو. اي نعم ست. فبقت هاي الآلة ما تطورت.
يعني بقى نفس شكلها، بقى نفس الستايل. هي آلة شعبية تعتبر يعني لتراث دولة معينة؟ اي نعم، تعتبر آلة شعبية فرنسية. اها. اي فمن اخترعوا الأكورديون انهملت. اي يستخدموها بعض العرب يعني بعض الحفلات وكذا، لكن احنا هنا بالعراق ما عندنا. نسمع وبعدين نتحدث. خلي الموسيقى هي اللي تتكلم. نعم. شلون الاحساس الحلو؟ ما اعرف، يمكن هاي يعني آلة غربية بس دا احس اكو في الطابع شرقي بالموضوع صاير. ست هي بالحقيقة هي آلة غربية، يعني ما لها علاقة بالشرقي. مو هالشكل؟ بس اني يعني سويت فقرة اللي هي اني حولتها آلة شرقية بالحقيقة. شلون؟ لازم اكو فد تحوير يمكن؟ ست هي شوية صعبة معقدة، من جوا تنفتح الآلة واكو اشياء وسيام وسبرنجات وما اعرف شنو، فلعبت بالتيونر مالتها. نعم. انا تقريبا طولت 5 ساعات بس ادوزن بيها، يلا طلعت الكار اللي هو التون الشرقي. نعم. اسمعت شرق شوية؟ يلا نسمع. حبيت انا يعني صار بامكاني ان اعزف بها بيات، أنا أعزف بها صبا، أنا أعزف بها سيجا. يعني ستة مثل زرياب، صار هو اكتشف الوتر السابع، ستة الآن حورت الآلة الغربية إلى شرقية. إيه سويت شرقية. براءة اختراع صارت. حسن عن شوية تقاسيم. يلا نسمع يا ريت. شكرا ست. فأنا حولتها شرقية يعني. إحساس حلو. إي نعم، فصار بإمكاني أن أعزف بها شرقي. كنت مقيد، ما أكو بعض الأغاني يعني شرقية بحت عراقية. ربع تون يمكن؟ أو خليجية. نعم بالضبط، ربع تون. نعم. أنا سويتها ربع صراحة. إي بالفعل، عندنا الشرقيين إحنا مهم. مهم طبعا. نستخدمه هواية. فصرت مقيد، ما اقدر اعزف، ما اقدر اكو اشياء اساني. مو هذا كله، ما هامني حورت والربع تون، هامني البول شلون دا تشوفه، يعني انه هل حاسبهن او شلون يعني؟ لا اني ما حاسبهن، بس هو كلش بالتمرين يصير سهل. يعني اني صح هيجي، بس انا دا اشوفه. هذا تشوفه؟ اذا اشوفه بالحق اشوفه مو بعيني. لا احساسك، احس اكو عين هنا. طبعا احساس، احس اكو عين هنا دا تشوف يعني. هي نفس يعني البيانو بشكل عام، نفس البواله يعني اللي الكوردات وهالشكل هذا. اي نعم ست. شنو مكوناتها يعني هسه الان؟ شنو هاي؟ هي آلة نفخية. بلاستيك هي؟ بلاستيك واكو خشب.
لكن انا جبت البلاستيك يعني صوتها احلى. صوتها احلى؟ صوتها احلى ست. فيمر الهواء منه ست من هذا المنفذ. نعم. يمر الهواء يمر عباره عن مثل السبرنجات هيجي يمر من خلال هواء الهواء العفو يطلع التون. من يطلع التون هم مدوزنيها على تون معين. انا ايش سويت من حاولت شرقي؟ انا تلاعبت بالتون اللي هم ضبطوه. هم مضبطين شيء، انا جيت سويت شيء ثاني. فسويت لاكر فصار بامكاني ان اعزف شرق براحتي. بصراحه يعني ما اعرف شيء جميل يعني، يعني حابته بس ما مسلط الضوء عليه يعني. حتى تحويلك لهي الاله شيء جميل يعني، اتمنى انه نلتقي في برامج اخرى ايضا حتى نتحدث عليها ونسلط الضوء عليها. قيصر ايش عجب بيانو او اورج اشتغلت يعني؟ انا اشتغل بيانو اورج. تعزف؟ اي نعم اعزف، بس انا متقصد احمل هاي الاله. حلو. هاي الاله صديقتي، صديقتي الوفيه اللي هي ايش قد ما انطيها تنطيني اضعاف. تعبر عن ما في داخلك، شنو ارهاصات تكون لحظتها. إيه. اكو شيء يكون منتج. اكو يعني انا بالحقيقه وجهه نظري انا يعني. نعم. او توجهي او الفكر اللي مؤمنه به انه الانسان لما يكون عنده معاناه افضل ان يحولها الى منجز يعني يفيد الاخرين به، يحولها الى تجربه تخدم يعني. انا ما احب الانسان اللي يعتكف او يتالم بالبكاء او يعتزل العالم، لا بالعكس خلي احول هذه الاشياء. كثير من الناس المهمين بالتاريخ مثلا طه حسين الامه ومعاناه تحولها الى اهم كاتب بالعالم، كثير من النساء اللي حولوا آلامهم ومعاناتهم إلى فن وإبداع ومنجز. زين قيصر شنو الفرق ما بين الأورج والبيانو؟ يعني أوكي هذا هو إلكتروني وتقنيات حديثة، والبيانو ليش يعني إنه جمعت بين هاي الآلتين؟ يعني ليش مقتصد بآلة واحدة يعني؟ جمعت بين هاي الآلتين لأنه البيانو صوته رومانتك. طبعا البيانو صوته يعني أثر بي بصراحة. يحلق بالإنسان الغير عوالم البيانو. هو هيك كان يعني. فكان الأورج قريب عليه. أها. صرت أحتاج أسمع شرقي وأعزف شرقي. صح. فما أقدر يعني خلاص بيانو انتهى، لا ما أقدر. فحاولت على. مو صعوبة انتقال عازف البيانو إلى الأورج يعني؟ لا ست صعوبة كبيرة. صعوبة. صعوبة كبيرة. يعني الأورج عن البيانو فتفرق كبير ما تتخيلينه. أي نعم. حتى بالدوسه البوالا طبعا أكبر. وزن البوالا بالبيانو يعني فتشي لهيبته يعني. إيه نعم. انا بالمناسبه كنت اعزف بيانو في صغري يعني. وكان عندي بيانو خاص والدي جايب لي اياه من الخارج ومعتزه بي لفتره طويله. كنت اعشق البيانو يعني هاي احساس الانتقال من بول لاخر، الكوردات تطلع الغضب اللي بداخلك، الالحان اللي ممكن ان اطلعها يعني شيء جميل. انا احس انه بالبيانو انا دا اخلق الموسيقى بالضبط، مو مثل باقي الالات يعني. ما اعرف ليش بس البيانو قضيته صعبه. ست البيانو كل شيء بالجسد يشتغل. صح. تشتغل رجلينات اثنيناتي. طبعا. يشتغل اليدينات اثنيناتي، وخمسه اصابع منها وخمسه اصابع منها، وعقلك لازم ينفصل نصفين. اكيد. واحد للسولو واحد للاكوردات. طبعا. يلا تقدر تحقق طبعا منجز فني. عضلات الجسم كلها حتى الجلسه مالتك. نعم. تقربك للبيانو، الرقبه شلون تكون وضعها. بالضبط. وبعدين من توصل مرحله انه يصعد عندك الايقاع تكون حركه جسد كامله يعني. بالضبط. يعني بالحقيقه يعني تعجبني مؤلفات الموسيقيه خصوصا استخدامها للاورج والبيانو يعني. نعم. حلو. شنو تسمع انت؟ غربي لو شرقي؟ غربي وشرقي. شنو اللي تسمع؟ انا غربي اسمع شوبان. شوبان. شوبان يعني جدا متاثر بيه. شوبان عالم آخر، رومانسي عالي بالفعل يعني. شوبان إنسان عظيم يعني. وأيضا بيتهوفن طبعا يعني على رأس القائمة. أما الشرقي فأسمع الأغاني القديمة، هواي أسمع أغاني قديمة. وأسمع عبد الحليم طبعا. وخامة صوتك أصلا قريبة على صوت عبد الحليم. أكو عندك فد هيجي طبقة صوت جميلة حليلة يعني. عبد الحليم يغني قرارات. أها. نعم عبد الحليم يغني قرارات بحيث صعداته مو هواي طبعا. طبعا الاخر راح يتهجم علينا وراح يفهم. نعم. انه احنا بدنا نقيم عبد الحليم حافظ، لكن هو احنا بدنا نحكي الان علم يعني. لما نتناول طبقه صوتيه معينه نتكلم بمجال العلم انه عبد الحليم حافظ صوته مو طربي. بالضبط. يعني هذا مو رايي، اتمنى ان يسامحوني عشاق عبد الحليم، ولا هي حقيقه علميه كمختصين بدنا نقولها. بالضبط. احنا قبلنا الاساتذتنا المختصين هم انه عبد الحليم صوته مو طربي يعني، ما ممكن انه تطرب عليه حتى هو شبابي لحد هاي اللحظه. بالضبط. وعالمه شبابي وجوه شبابي. نعم. فهو دائما ست اذا تلاحظين انه يغني بدرجة القرارات طبعا يعني. اي خاصه اغنيه موعود او
قارئة الفنجان يعني فد أغنية طبعا هي. نقدر نسمع شي بصوتك؟ مو أنا صوتي مو حلو ست، بس أنا عارفة صوتك حلو. شغلني شلون تحسه قريب عليك وفد شيء سهل يعني قليل فد مقطع. موعود معايا بالجراح، موعود يا قلبي موعود، ودايما بالجراح موعود يا قلبي. حلو. ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي. اي عندك هاي الجرأة المسرحية، احنا يعني انه بس بدنا نقول انه قيصر اي نعم هو عنده امكانية الممثل الشامل، الغناء، العزف، التمثيل، قراءة القصيدة، المسرح قوانه. المسرح أضاف شخصية كبيرة إنه بالفعل خلانا نواجه الجمهور بشكل مباشر، بالفعل نواجه الكاميرا، ماكو أي حاجز خوف مهما كان قدامك العدد الموجودين، يعني نخلق هذا الحاجز الوهمي اللي حتى نبتعد به عن الآخر. بالفعل. قيصر انسحبت للمسرح، قدمت أعمال مسرحية حلوة كممثل وكمخرج، شلون انسحبت ولا هم ساعتها كلهم مسرحيين وقصيدة الفنية؟ يعني أنا الموسيقى أصلاً هي كانت مجرد انسيارت. إحنا نريد ندخل في عالم المسرح وشلون حلقت أنت على خشبة المسرح، وطبعا احنا ندري كل اساتذتك في قسم التربيه الفنيه معظمهم هم اساتذه مسرح، لكن خلي قبلها نروح فاصل ونرجع لكم اعزائي المشاهدين. وهذه عوده من جديد بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، ومستمرين معاكم في حلقه الترقد ومشوار الفنان المتعدد المواهب قيصر. تحدث لنا عن التحليق في المسرح، شنو كان إحساسك أول تجربة لك بالمسرح؟ أول تجربة لي كانت في درس التمثيل، كان أستاذ خالد هو المشرف علينا، وحقيقة هو اللي دخلني العالم التمثيل، هو اللي خلاني أحب التمثيل. يعني هو مثل بوقتها مشهد قدامنا وبتشانا بوقتها، يعني أثر، ترك بصمة بينا، كل واحد ترك بصمة بي. وما تنسي مستحيل. لكن مرة دكتور ياسين حكى حكاية، وهاي الحكاية هي اللي سوتني طبعا عرابي ومعلمي تحياتنا إله وأستاذنا كلنا دكتور ياسين، يعني إنسان ما أقدر أوصفه. حكى حكاية أنا لهسة يعني ما ناسيها ودا أمشي على خطاها وأبدا ما راح أنساها ولا راح أتركها، وهي اللي سوتني. حكاية بسيطة، نعم، حكاية عابرة بس أنا ما فاتتني. قال لي الأمنيات ما تسويك، طبعا ما تكفي الأمنية أن تسوي، كنا نتمنى بس من يحقق؟ وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. إذا ما نسعى اللي لحلم أو لشيء إحنا نريد نحققه بمثابرة وإصرار وعزمة ما راح يتحقق هذا الشيء. بالفعل. وأنا هذا اللي الحكي اللي حكاه ما يروح من بالي ابدا، لذلك انا اشتغلت يعني من هذا المنطلق. اي خلاص انا قررت انا خليت قرار. شنو اول عمل لك كان بالمسرح؟ عمل بسيط قدمناه انا والطلاب، قدمناه للاستاذ خالد. نعم. طبعا كلش فرح بينا. حلو. يعني كانت دفعتنا هو يحبه، يسمينا الشياطين. بس يعني اعتقد هو استاذ خالد يحب كل طلابه، يدافع عن واحد واحد، متبني كل واحد، ينطي كل جهده وطاقته للكل، فلهذا خلانا نحب المسرح، نحب الفن. بالضبط. انا الاحظ انه انتم حتى تتشبهون بملابسه، بازياء، بحركاته. اثر بينا هواي. اها. اثر بينا هواي، يعني مو بس على صعيد المسرح، لا، اثر حتى بشخصياتنا وحياتنا. حتى بافكاري. بحقيقة. بصراحة هو تأثيره سحري على الكل، يعني بالنسبة لي هو الأب الوحيد اللي أنا أفخر به بحياتي. الله يحفظه إن شاء الله يا ربي.
فاستاذ خالد هو اللي خلاني احب المسرح، فبوقتها شاف ادائي حلو. قال لي قيصر ليش ما تدخل بالورشه مال الدكتور ياسين؟ قلت له شنو يعني ورشه؟ شنو هاي الورشه؟ فقال لي مكان نتمرن بيه ونطلع اعمال مسرحيه، وهو بالحقيقه مو فقط للاعمال المسرحيه وانما حتى تنمي شخصيتك يعني ولياقتك. للامانه الورشه الخاصه بدكتور ياسين نعم الكعبي خاصة دكتور ياسين. يعني انا بالنسبه لي لانه دخلت تجربه مسرحيه وياه اي نعم شفته انه مثل اللي ينقب عن الماس وبايده يسقل الماس، يعني حقيقه يعني دكتور ياسين الكعبي شخصيه خاصه، شخصيه جدا مميزه، وضعت بصمه في كل من نتعامل معها. بالفعل وهو كان يقول انه طلاب الورشه اللي هو احنا مش كم واحد يعني مو هوايه، يقول انتم ورش بحد ذاتكم بالمستقبل. يعني اي فبالفعل يعني عجيب امره شلون تنبأ هذا الشيء. شلون قدر؟ هو مو تنبؤ وانما انت لما تسال مختص بموضوع معين يقرا نعم. المعطيات الموجوده يعرف انه اكو ممثل صح. بالحقيقه انا شفتك بسفينه ادم كنت شيء متالق يعني من ضمن المجموعه عملتوه، لكن نعم. حقيقه اكو تميز كان في عمل الجسد يعني. نعم كان شغلنا جسد احنا فدخلت بالورشه مال دكتور ياسين وشفت الاجواء، شفت المسرح، شفت الفن الحقيقي اللي ما شايفيه، الأخوة الإنسانية بالضبط. الرسالة بالضبط. السامية بالفعل. هدف أمامنا لازم نحققه نعم. أكون نبل بالموضوع كله نبل. بالفعل انصدمت من شفت الأجواء هيك جوا داخل الورشة، ما كنت متوقع أن أكو روح نقية لهالدرجة موجودة لا تزال بالعراق. للأمانة الآخر ما يفهم المسرح الجاد نعم. والناس اللي تعمل بالمسرح الجاد الآن نعم. هم يشوفون إعلانات مع الأسف بالتلفزيون نعم. في بعض الفضائيات تقدم مسرحيات مبتذلة تجارية بها إسفاف بها خدش للمشاهد وللمتلقي. بالفعل. لكن للأمانة أكو مسرح جاد عراقي يحمل رسالته على عاتقه وأكتافه، فنانين كبار من مخرجين من مؤلفين من ممثلين من ضمنهم أساتذتنا اللي درسونا فن المسرح، ابسط شيء دكتور ياسين، دكتور حسين علي هارف، دكتور خالد احمد مصطفى، دكتور رشد سالم، المرحوم صاحب نعمه واستاذنا اللي هو صاحب الفضل علي في حياتي العامه والخاصه. شنو اللي ممكن حبيته بالمسرح؟ شنو اللي اشتغلته؟ شنو الاشياء اللي خلت المسرح اللغه العاليه الجسد الاضاءه الديكور هي اللي سحبتك اله؟ ستاني دخولي للورشة شفت هاي الأجواء اللي أنت تكلمتي بيها كلها، ما شفت أكو شيء مناقض للي تكلمتي بيه تماما. فاشتغلنا تجربة بسيطة ووراها أنا خلص انطلقت يعني مثل اللي صار لواحس حلو اي نعم. فظليت اشتغل، انا ظليت كل سنه اشتغل مسرح، ظليت كل سنه اشتغل عملين، ادخل بعملين اقل شيء لو ثلاثه نعم. ونعرض بالمهرجان السنوي. للامانه انت شخصيه مثابره يعني فنان بالفعل يعني كنت حامل الرساله على نعم. عاتقك انه انت مثابر ملتزم بالتمارين، ملتزم في حفظ دورك، ملتزم في حتى حضورك للمحاضرات بالكليه، كنت طالب مميز يعني. بالفعل انا كنت مميز بجانب العملي كنت يعني زين، لانه الفضل طبعا للثلاثي العظيم للثلاثي العظيم تحياتنا يعني لهم هم الفضل، هم اصحاب الفضل علي، انا ولا شيء بدونهم، انا ما اصير بدونهم ولا صرت بدونهم، فهم اللي خلوني احب الفن، خلوني احمل رساله، يعني انا مشيت على خطاهم، انا ما سويت شيء جديد طبعا. اما طريقي الخاص اللي اشقه فاني بديت ابلش به حلو، بديت اشق طريقي الخاص بس بنفس القيم ونفس الاخلاق ونفس الصيغه اللي تعلمتها من اساتذتي. نعم قيصر نحلق الان مع الريشه وعالم الالوان، شلون اتجهت للرسم؟ يعني انت من البدايه عندك موضوع الرسم موجود، شلون بديت تطور اشيائك من مواد من الطبيعه، بديت تستوحي اشياء؟ نعم اي رسام او اي موهوب بالرسم والخط يعني ما يستخدم غير القلم والورقه اكيد. طورت مهاراتي شويه، صرت ارسم بالزيت، اشتغلت على نفسي بالرسم هوايه، صرت ارسم بالاكريليك، لكن في يوم من الايام يعني كنت قاعد بالبيت وشفت الشجره
وهاي الاوراق مال الزيتون واقعه بالقاع وهاي، فاني صافن يعني. فشفت شكل من بعيد هيك تخيلته غيوم، تخيلته فد 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 فقرات، خيال الفنان بعد يعني، تخيلت اشياء. ست هي مبعثره بالقاع، على ارض مبعثره يعني، مو فد منتظمه بشكلها. فانا ايش قلت؟ قلت ليش ما اقوم المه؟ فما سويت غير اللي حكيته، رايح قمت لميته، سويت فد شكل صغير حلو، وقتها سويت فد شي بسيط، قلب الحوب وسهم ومادري شنو. قلت اذا اكو مساحه حلو. خلاص حلو، ظليت يوميا اني اهز الشجره مال الزيتونه حتى يوقع الورق اليابس واجمع بقواني، لحد ما صار عندي كميه من اوراق الشجر. حلو، فرسمت جيفارة. حلو، هاي اللوحه اللي عندنا الان. اي نعم. دن شاهدها. ايش قد قياساتها هذه بالواقع؟ بالواقع القياسات انا ما قدرت اصورها من مكاني. اكيد طبعا، لازم فصعدت لي فوق، صارت على البالكون وصورتها. ثبتتها بشيء معين، بماده معينه؟ كان الجو بهواء، فكنت كل ما اخليه بمكان يطير زين فيخرب راسا، يعني مجرد مثلا الحاجب يخرب او العين او كذا، فتعبتني، طولت بها ساعه ونص. حلو. فش سويت حتى حل هاي المشكله اللي انا خلاص انا بس اريد اصورها قابل هي راح تنعرض؟ رشيت مي. حلو. شويه صار ثقيل الورق فظل ما يطير. حلو. راسا رشيت مي عليها، كملت فنشت، سويت من الاشياء، رشيت مي عليها هيك سريع بالبخاخ وصعدت ركض فوق بعد ما صورتها. المشكله انا عندي علاقه اهتمام وحب لهذه الشخصيه جيفارة. اللي تحمل صفة ثورية، تمرد على الظلم، تمرد على العوز والفقر، مساعدة الآخرين. الكثير من الفنانين بأعمالهم يجسدون جيفارة، إذا كانوا رسامين، إذا كانوا ملحنين، إذا كانوا ممثلين أو كتاب، كتبوا لجيفارة أعمال مهمة درامية سينمائية. انعزفت موسيقى باسم جيفارة ولوحات كثيرة رسمت، وهذا إنسان خالد بالضبط، شخصية مهمة ثورية نتعلم من عنده الثورة على الظلم. ستوكو فشي غريب، أنا شنو اللي خلاني أرسم جيفارة؟ ما أعرف يعني، هاي الشخصية يعني كل ما أشوفها أتفائل، أحس إنه أنا أحس أكو أمل يعني، هذا الشيء غريب. لذلك أنا يعني ممكن أرسم غير إنسان، ممكن أرسم نفسي، ممكن أرسم غير شخصية، لكن أنا جيفارة يعني ما. شنو ما أكو في الموضوع ببالك تريد ترسمه لي حد الآن ما صارت فرصة أن ترسمه؟ هو كان موضوع بس ما قدرت ارسمه بالكليه بصراحه ما خلوني يعني. ليش ما خلوني؟ يعني مقيدين شويه ضوابط، ولازم ترسم هيك ولازم اسوي هيك ولازم كذا. فأنا الموضوع هذا ببالي وراح ارسمه وراح ابلش به تقريبا بعد اسبوع. اي موضوع هو بالافق بالمنظور اكو ساعه. نعم، ساعة بالأرقام اللاتينية، وهاي ساعة مخفية يعني متوهجة ووهمية ومو كلش مبينة يعني. بس المتلقي من يشوف اللوحة راح يحس إنه أكو ساعة، لكن مو بصورة مباشرة. وأكو مجموعة أشخاص دي يتجهون المكان اللي هو هذا الساعة. شنو هذول الأشخاص؟ ما يعني ما حد يعرف شنو هذا. اوف، بس انا موضوع خطر. اعتقد لامسني والله، اعتقد وصلت الفكره. فهذا هذا يعني فوج من الناس اللي رايحين المكان ما يعرفون هو شنو وين، خلاص متجهين اكو شيء. اعتقد برمزيه جدا عاليه، هذا برمزيه. راح اقول لك شنو هذا، ما راح اقول لك شنو، راح ارمز لك اياها ورا التصوير، راح نشوف هذا الموضوع. اوكي. فمتجهين المكان بس ما يعرفون منو ده يقودهم. اكيد ما يعرفون، اكو فد شيء يقودهم بس شنو ما يدري. وشنو هاي الساعه؟ هي الموت، هي الحياه، هي الحب، هي القلق، هي الدمار، هي شنو؟ هي التاخر، هي التقدم، الاستعجال. طبعا من تتكلم عن الساعه، اكو فنان كلش احبه يعني سريالي سلفادور دالي، عنده لوحه عن الساعه والوقت وكيفيه ذوبان الساعه في ربط بالضبط. دخلت احساسي ومشاعري، احب هذا الفنان، تعجبني لمسته جدا. انا يعني احب الاشياء الغريبه، احب الاشياء الثوريه. ايه ستنت سريالي. ف
فبصراحة أنتم الشباب اللي تخرجتوا من هذه الدورة تعجبني منجزاتكم، تعجبني ما تقدموه، يعني الكثير منكم قدم منجزات حلوة، إذا كان دورتكم اللي اشتركوا بأعمال مع دكتور ياسين، إذا كانوا اللي قبلكم، أعتقد كلية التربية الفنية أو بالعموم كلية الفنون الجميلة بأقسامها تخلق للمجتمع ناس عندهم نبل، عندهم إنسانية، عندهم هدف، عندهم رسالة يريدون يوصلوها يخدمون بها العراق. يعني الفنان العراقي اللي يتخرج من هذه الكلية يخدم ويحب أن يرفع اسم العراق وعلم العراق في المحافل الدولية بشكل بهي ومشرق وجميل. بالفعل ست، وهاي رسالتنا اللي تعلمناها من أساتذتنا. إنه إحنا خلاص طبينا بهذا الطريق اللي هو طريق الفن. فلازم نكون نحمل رسالة إنسانية، رسالة فنية. صح، سمعنا موسيقى؟ اي طبعا. اعتقد راح تحبيها. يلا. الله عليك، الله على الإحساس الجميل. بالحقيقة أنا كل السعيدة بهذا اللقاء الشيق والممتع مع إنسان فنان متعدد المواهب. أتمنى أن تحقق كل أحلامك وطموحاتك وأن توصل للهدف اللي تريده. سعيدة جدا وشكرا لك لوقتك. أنا أسعد، وشكرا جزيلا، وشكرا للكادر، وشكرا لحسن الضيافة. شكراً لك عزيزي. إذن أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من المشوار، لكن المشوار مستمر أكيد بطموحكم، بإصراركم على تحقيق كل ما تتمنوا. انتظرونا بالحلقة القادمة، كونوا بخير، حتى نلتقي، إلى اللقاء.